لو رجعنا لبيت العيله تاني، انا عارف انت مش هتزهق، انت بتحب الايام دي. وعايز اقول لك ان فيك حاجات كتير جدا، او انا في حاجات كتير جدا شبهك شويه. انتوا كنتوا 8 اخوات صح؟ خمس شباب وثلاثة بنات. بس عايز اعرف بقى علاقتك كانت عامله ازاي مع اخواتك؟ كنتوا وانتوا صغيرين كنتوا بتناموا ازاي؟ بتقعدوا ازاي؟ زي ما انت بتقول ايامكم زمان كانت لسه برضو على القد زي ما بيقولوا، فكنتوا عايشين ازاي في البيت الصغير؟ البيت كان فيه اوضتين روم على الثمانية؟ على الثمانية اوضتين نوم. اوكي. وليفينج روم. سو اوضة لبابا وماما، واوضة نحن فيها سريرين، كل سرير ينام فيه ولدين وواحد ينام على الارض، يعني فرشة يفرش على الارض. والليفينج روم كان فيها سرير وكان فيها كنبين. فواحدة من البنات تنام على كنبة لأنه كبيرة والكنبة الثانية صغيرة، واحدة الكبيرة تنام على السرير والصغيرة يفرشولها على الأرض. وكنا كتير 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 مبسوطين هيك. صدقني يعني هلأ الحمد لله عنا يمكن قصور، لكن اللمة هاي لها طعم مختلف طبعا. هي. لما بتروح البيت دلوقتي ما بتفكرش ازاي احنا ازاي كنا 8 بننام في الاوضه دي او في الاوضه والصاله دول؟ ما بتقعدش تفكر في الحاجات دي؟ اكيد بتفكر صح؟ اكيد. وازاي كانوا بيقضونا؟ يعني ازاي يعني السرير ده كنا بننام عليه 2 وهو كان سرير زمان قد كده؟ نحن وانتم بمصر بتقولوا عنا البركه. اه في بركه، في بركه بلمه العيله وبالبي والام. ما عندهم شيء بحياتهم الا كيف يقضوا حاجات هالعيله هيدا. وبعدين نحن على فكره يعني انا بالمدرسة لما كنا صغيرين أو بالعيد، ليش المدرسة؟ هو يعني اللي يشتري الثياب الكبير لأنه كبروا عليه، فالثياب الكبير يلبسها الأصغر منه والثياب الأصغر منه يلبسها الأصغر منه. يعني أنا ألبس من أحمد وأحمد يلبس من محمد وخضر يلبس مني وحسن يلبس من خضر. بعدين بتعيش طقم واحد، بتعيش فترة طويلة لدول. زي اليونيفورم. أي. يعني ماما تروح الله يرحمها تجيب لنا الاغراض، عارف كيف؟ البسوا زي بعض كأنه رايحين. انت عارف اني ليه قاعد معاك ومبتسم ومبسوط؟ طبعا انا مبسوط كده كده ان انا شفتك. لا انا بحبك انت حبيبي من زمان. وانت حبيبي والله. الله يخليك. بس انا مبسوط لان انا بيكفي انك بتمثل. يعني انت اليوم صورتك صورة البطل المصري. الحمد لله. صورة الضابط اللي دافع عنك يا حبيبي. بكفيني هاي يعني شهاده كبيره والله. لانه مصر هيدي اللي رجع بنيها هن ضباطها وجيشها وشعبها طبعا. يعني الفتره هاي اللي انا بمشي بمصر فيها انا مذهول بالتقدم اللي عم بصير، لانه على راس مصر ضابط وطني حب بلاده وحب شعبه وعم بيظبطها كما يجب ان تكون، لانه مصر هيك لازم انها تكون عم بظبط كل شيء. الله يدين هالبلد ويدين شعبه ويدين قائدها يا رب ربنا يكرمها. تعال نرجع تاني بقى للبيت. اشمعنى لينا اللي كانت عندك في حته تانية؟ انت فاكر انه والدتي كانت بس تقول لي نظف الارض ونظف وصلح البوتاجاز؟ جبت لك اكلها بقى وشربها. هي احكي لك يعني اي يعني ماما الله يرحمها دي لينا، دي لينا الصغيرة حبيبتي، هيدي أنا ربيتها. أنا بتذكر ماما لما بدها تولد لينا كانت هي بالتاسع شهر، فقاعدة هي عم تشتغل وتمسح الأرض وتعمل يعني بتشوف البركة والقوة والقيادة. بتروح بتقول يا محمد خيي الكبير، وقفت والله العظيم منظر ما بنساهوش، وقفت كده على الحيطه يعني على طرف الباب، بتقول له روح جيب تيتا قول لها ماما بتولد دلوقتي. وهي واقفه عادي على الباب. وكانت تيتا ستي يعني جدتي كانت هي الدايه، هي الدايه تبعت المنطقه. راح محمد راح جيب جدتي، وما في يعني ساعتين زمان كانت ماما والده وجابت لينا. فانا هون كان عمري 10 سنين وتعلقت بلينا، وهي ماما تروح تعمل الاغراض ومش عارف شو تجيب الشوبينج تعمل كل شيء، انت خد بالك من لينا. فانا طعم لينا انا اروح اشيل اللبن اللي هي بتحبه،
انا البسها، انا اغطيها، انا نيمها واغني لها. سو لينا كانت اختي وبنتي بنفس الوقت. وغير لها هدومها هيك يعني. ولحد ما جوزتها، لحد ما كبرت وجوزتها. لا، حد ما تزوجت. ودلوقتي نفس لسه بنتي. لسه بتحس نفس الاحساس طبعا. انا يعني انا عندي علاقه خاصه طبعا مع اخواتي الثلاثه. يعني دلوقتي اختي الكبيره دلوقتي هي والدتي، واختي الوسطانيه هي اختي، ولينا لسه بنتي. ايوه، وبنت خضر. هي دي العلاقه. وبنت خضر بقت بنت حبيبتي، هذه حبيبه علي طبعا. بنت خضر. وبنت اخواتي التانيين كمان، اخواني كلهم قريبين مني وكلهم بحبوني وكلهم بيسالوا عني. كل يوم بنات اخواتي. عندي بنت اختي كمان عايشه بامريكا، ديلي كل يوم، خالو كيفك، شو حاسس، منيح، خصوصا بعد كورونا يعني بتطمن عليا. ايوه، ده خضر. ده خضر. لكن هي يعني انت دايما، انا سامع انت بتقول الخضر بنتك دي مالكش دعوه بيها، دي بنتي. صح صح. وهو واخد خالد، يقول لك وخالد ده بتاعنا مالكش دعوه بيه. يعني هو علاقه اولادي بخضر اهم من علاقتهم فيا انا. متعلقين بخضر. علاقه يارا فيا اهم من علاقه بابا. العكس بدلته يعني. بالظبط. يعني كل حدا عايز حاجه يروح عند عمه. ايوه. عمه. لو سمع ان خضر دلوقتي كمان عايز يسيبك ويشتغل مع خالد. عايز يمسك بقى شغل، يبقى مدير اعماله. الظاهر كده. ايوه. عايزه يمثل هو. هو خضر عايز كده. بدك تشوف خالد اذا عايز. هو خالد مش عايز ولا عايز؟ لا، خالد عمره ما فتح الموضوع قدامي. يبقى ما قالكش. يبقى بيقول للخضر حاجات مش بيقولها لك. لا، خالد دلوقتي عامل شركه طبيه سبلمنتس، والسبلمنتس يلي انا باخدهم. ايوه، يلي هم حاجه محترمه يعني. لا، بيديها لابوه، فبيديها لابوه، فاكيد حاجه أول مهمه. اول واحد. اول واحد بجيب السبلمنتس، وما شاء الله الشركه ماشيه معه كتير منيح. وقريب جدا كان عنده اجتماع من يومين بإسكندرية مع إحدى أكبر شركات مصر، كمان حيشتغلوا معه وحيتوزع السبلمنتس اللي هو بيجيبها على مصر، لأنه خالد رياضي وصحي very healthy. يعني مزعج. إذا أنا عم باكل بفضل إنه خالد مش معي على الطاولة. بيزهقك؟ لا، ما تاكلش ده وما تعملش. لا، إذا بدي مد إيدي مثلا على لقمة عيش، داد ما يصحش، مش لازم. عارف كيف؟ بس انا بموت بالبطاطس. في حدا ما بحب الفريت؟ لا طبعا. البطاطا المقليه مانعهم يحطوا لي بطاطا مقليه. هو اللي مانع. هو كده. وبتسمع كلامه يعني؟ هم بيسمعوا كلامه. وانت ما بتسمعش كلامه؟ يعني انا بزوغ. غرام يعني. ما لازم نفك شوي. اقول لك انا مثلا هلا انا هلتي، بس كمان يعني مثلا انا احلى ساندويتش عندي في الحياه، يعني اطيب لقمه ممكن اكلها، هلا حنشاهدهم للحبايب كلهم. ساندويتش يعني كده عيش سخن مع بطاطس مقليه مع طماطم مع نعناع. سلام. مع مش عارف كيف، مع زيت زيتون. عارف كيف بتعملها ساندويتش تاكلها. دي انا ما اقدرش اكلها الا لو خالد ما كانش موجود. لكن انت اكيد اصلا بتحب الاكل. انا بحب الاكل، بس انا بنتبه على نفسي. لا بنتبه، حافظ على نفسك. بس انه بتيجي في النص كده بتفتح اكيد. لكن تزوغ يعني. شويه يعني لازم. انه حياه بشوف فيها. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.